وأما عن يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامه: يكفر السنة الماضية. من صام يوم عاشوراء يبتغي من الله الأجر كفر عنه ذنوب السنة الماضية، إلا ما كان من كبائر حصل عليها الإصرار. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود. وأنا ذكرت في ضمن في الأسبوع الماضي أن النبي لما جاء إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم لماذا، فأخبروه أنه يوم أهلك الله فيه فرعون وقومه يوم عاشوراء، ونجى فيه موسى وقومه فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصوم تبعا لموسى. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق منكم بموسى، وأمر الناس بصيام يوم عاشوراء. فيحصل للإنسان أن يحرص على أن يصوم يوما قبل يوم عاشوراء، وإذا أمكن أن يصوم يوما قبله ويوما بعده فأجمل. والنبي قال: لئن عشت إلى قابل، لكن لم يعش، لأصوم التاسع والعاشر.